ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في انمي جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك واللايك وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. ده هو استا، واد يتيم ما يعرفش اي حاجه عن عيلته، مرمي قدام كنيسه ومحدش سائل فيه، وجنب منه ولد تاني برضه اسمه يونا، وده هو كمان مقطوع من شجره زيه. بيلاقيهم رهب الكنيسه وبيقرر يربيهم لحد ما بيكبروا، وبنكتشف ان العالم بتاعهم ده بيتمحور حول السحر وتسخير طاقته، وبالتالي قيمتك في هذا العالم تحددها امكانياتك السحريه. وبنعرف كمان ان حلم استا ان يكون امبراطور السحر القادم كاقوى ساحر في المملكه، ولكن لا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. استا ما عندوش سحر من الاساس. هو انت عبيط يا ابني؟ انت عايز تبقى اقوى ساحر وانت مالكش في السحر اصلا؟ وكمان هو الوحيد اللي ما بيقدرش يستعمل السحر في عالم كله معتمد على السحر وكل اللي فيه صحراء. نحس من يومك يا ابني والله. مش غريب ان اهلك سابوك عند الكنيسه بنحسك ده. في المقابل بقى يونو ساحر رياح مذهل وموهوب وسحره قوي جدا، لدرجه ان اهل القريه متوقعين انه هينضم لفرسان السحر اللي بيحمي المملكه والخاضعين لاشراف امبراطور السحر شخصيا. وطبعا ده غايز استا، لانه اقل من صديق طفولته وانه اضعف في السحر حتى من الاطفال الاصغر منه. بس هو بيحاول وضح بتعزيز قوته الجسديه وشغال 24 ساعه تمرين، ومعلق اماله على احتفال التقديم السنوي اللي فيه بيحصل البالغين اللي في سن ال 15 سنه بيحصلوا على كتاب تعويذ خاص بيهم. استا نفسه في كتاب تعويذ قوي يعوضه عن ضعفه السحري، وده عشان حلمه انه يكون امبراطور السحر. بتمر الايام بسرعه وبيجي يوم استلام الكتب، وكل الناس بتاخد كتب السحر بتاعتها ما عدا استا اللي مفيش ولا كتاب بيختاره. ما طبيعي يا ابني، ازاي اختارك كتاب سحر وانت معدوم السحر اصلا؟ بالمقابل بقى وعلى العكس تماما، يونا حصل على كتاب تعويذ اسطوري بوردة او نافلة رباعية، وده زي كتاب امبراطور السحر الاول، واعلنها صريحة كده انه هيكون الامبراطور القادم. ورغم كل ذلك الاحباط الا واستا ما استسلمش، قرر يكمل ويطارد حلمه مهما يكن، وانه يفضل يحاول وينافس صديق طفولته وغريمه التقليدي في حلم الامبراطور. عاش يا ابني والله. وبعد انتهاء ذلك الحفل بيتفاجئ يونا ان في حرامي عاوز يسرق كتابه الخارق، وده عشان يبيعه، ولانه اقوى من يونا اللي خبرته لسه قليلة بيقدر يكيده. لسه هيسرق الكتاب ويلاقي استا جاي ينقذه. انت بتعمل ايه يا ابني؟ طبعا الراجل ضرب استا بما انه بلا سحر. استا خلاص فقد الامل، لسه هيستسلم للياس ويلاقي اللي بيصرخ فيه يونا يا جماعه، بيقول له انت مش فاشل، لا انا معترف بيك كمنافس ليا، انت اقوى شخص اعرفه من وانا صغير. ساعتها استا بيفوق من ياسه وبيمتلك الغضب، ده هيعملها ولا ايه؟ وهنا تقع المعجزه، بيظهر كتاب تعويذ من العدم. يا نهار ابيض، كتاب سحر من لا سحر له. ايوه ده كتاب سحر لا سحر له، او بمعنى اخر كتاب مضاد للسحر، حاجه كده مناسبه لشخص زي استا. لا ده كمان مش مجرد كتاب عادي، ده كتاب مرعب بنفلة او بوردة خماسية. لا تقول لي نفلة بقى رباعية ولا امبراطور السحر، الخماس الجبار قد وصل يا صديقي، ومحمل بهالة شيطانية مخيفة. يا الهي، انه الرعب المنتزل في ظلام الليلة الدامس. بيظهر لاستا سيف اسود وضخم جدا من الكتاب، بيقطع بيها سلاسل الراجل اللي مش عارف يعمل بيها اي حاجة قصاده. فين قوتك دلوقتي يا عم لامور؟ الحرامي خلاص عمال يصرخ ومش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل. ساعتها استا اداله ضربة خلصت عليه. عظمة فوق العظمة يا جدعان، وبكده انقذ صاحبه يونا، واللي فرح ان صديقه طلع له كتاب سحر واختاره، وبعدها انطلقوا ورا حلمهم يحققوه، ومش عارفين الايام مخبيه لهم ايه. تعالوا بقى اعرفكم ايه حكايه العالم الجامد ده، وايه حكايه السحر وتقسيماتهم بالتفاصيل. زي ما احنا عارفين ان العالم ده عالم سحر، لكنه منقسم لعده ممالك: سبيد، هار، دايموند، واخيرا كلوفر. ومملكه كلوفر هي اللي فيها قصتنا. المهم المملكه بتنقسم فيها الناس لاربع اقسام: الملكيين، ودول ارقى قسم ومنهم الملك، بيمتلكوا اقوى طاقه سحريه، اغلبهم عنصريين وعاوزين الحرق. وبعد كده بيجوا النبلاء، ومنهم اصحاب المناصب العليا في المملكه، ودول برضه سحرهم قوي وبيعيشوا في المناطق الملكيه الى جانب الملكيين. باختصار شويه ناس معاهم فلوس ومش عارفين يودوها فين. بعدها ياتي العوام، وهم الناس اللي اقلهم رتبه واضعفهم قوه سحر، ناس غلابه كده على باب الله. والاغنياء منهم بيعيشوا في مناطق عامه، اما الفقراء والضعفاء بيعيشوا في المناطق المهمله زي القريه اللي بيعيش فيها استا ويونا. وطبعا محدش سال فيهم والكل بيحتقرهم، وبسبب كده استا ويونا عاوزين يبقى اباطره السحر ويساعدوا الناس الغلابه ويخلوا الناس تحترمهم غصب عنهم. نيجي بقى للسحر. السحر انواعه كتير جدا ويستحيل عدها، والانواع الاشهر فيهم مثلا النار، الماء، الرياح، والنور والظلام. كل شخص يقدر يستخدم بس نوع سحر واحد اللي اتولد بيه، الا استا طبعا اتولد بدون سحر. وفي طبعه سحريه ليها الافضليه على طبعه ثانيه، النار مثلا ليها افضليه على الجليد وبتدوبه، في المقابل الماء ليها الافضليه على النار وبيطفيها، وهكذا. في بقى تقسيمه ثانيه للبشر في المملكه لا تخضع لفصل طبقي ولا تقييم عنصري، تخضع فقط لقوتها الشخصيه ومهاراتك السحريه. وعلى راس الهرم ياتي امبراطور السحر، وهو اقوى ساحر في المملكه. بعد الامبراطور بتيجي فرق السحر،
ودول الحماة الداخلين والخارجين للمملكة، والسبب انهم فرق عشان زي ما قلنا في انواع سحر اقوى من التانية، وبالتالي اعضاء الفريق بيغطى على نقاط ضعف زمايلهم وفي المقابل بيعززوا نقاط قوتهم. بيتم اختيار فرسان السحر عن طريق الاختبارات على يد قائد الفريق، ودول اقوى سحر محاربين بعد الامبراطور والتابعين ليه مباشرة. بعد كده بيجي المدنيين واصحاب السحر الضعيف، وفي قاع الهرم يأتي عمنا أستا صاحب الرقم القياسي في انعدام السحر، قاعد تحت لوحده ومحدش سائل فيه. واخيرا وليس اخيرا كتاب التعويذ السحري، دي بقى كتب بتقوي من سحر صاحبها وبتساعده على استخدام طاقته بشكل افضل، وكمان فيها تعويذ اقوى من التعويذ العاديه. تنقسم الكتب لثلاث اقسام على حسب ريكات النافله اللي عليه، يعني كل ما زاد العدد زادت القوه. الكتاب العادي بيبقى فيه ورايقات النافله الثلاثيه، والورايقات دي بتمثل الثقه والامل والحب، وفي الورايقات الرابعه يوجد الحظ الجيد زي كتاب يونا الرباعي كده. اما بقى الورقه الخمسيه فيعيش فيها شيطان، وده هو كتاب صاحبنا أستا. طيب لو ظهر كتاب فيه ست ورايقات هيعمل ايه في العالم؟ وبكده نكون خلصنا تقسيم العالم الجامد ده وعرفنا نظامه ماشي ازاي. نرجع بقى لأستا ويونا واللي بيروح عشان يشاركوا في الاختبار للالتحاق بفرسان السحر، والاختبار بيتم تحت اشراف قادة فرق السحر شخصيا، يعني لازم تشد حيلك لان المرحلة دي اكون او لا اكون. الاختبار عبارة عن عدة مراحل زي انك تطير بالمقشة او تشكل طاقة سحرية وحاجات كده من اللي بيحبها قلبك. وكالعادة يونا بارع تماما في كل حاجة بسبب طاقته الكبيرة. أستا بقى وعلى العكس تماما فشل ذريع طبعا، عشان وببساطة طاقته السحرية بتساوي زيرو. بنوصل للمرحلة الاخيرة من الاختبار وهي مرحلة القتالات، ودي بيبان فيها قوة النبلاء وسحرهم الخارق، وواحد منهم بيختار يونا وبيفكروا انه قروي ضعيف، بيهاجمه بقذيفة سحر البر، لكن يونا بيدمجها مع الرياح وبيردها عليه فبيغلبه بسحره. القروي ده علم عليه في لحظة وعلمه انها مش بالشكل وان المظاهر خداعة. نروح لأستا وبرضه مختار واحد مستضعفه، وده لانه فشل في الاختبارات وان طاقته السحرية معدومة، بيشكل كرة بسحر البرونز كسحر دفاعي بيصد الهجمات، وكمان في فتحات لإطلاق قذائف، يعني بيهاجم وبيدافع في نفس الوقت. لكن أستا مش سهل برضه، استفزه الفتى فبيقرر انه يعاقبه امام الجميع. اشتعلت الطاقة في جسم أستا وانطلق بسرعة خاطفة، وبلمح البصر كان أستا تكسر الكره اللي فرحان بيها نصين. كل ده بضربه واحده صدمت الكل ما عدا يونا اللي عارف صاحبه، عارف قوته المخيفه. أستا خلاها عبره لمن يعتبر، وخلى كل اللي قلل من احترامه يخرس ويلم نفسه. بعد كده بتيجي مرحله النتائج، وهو عباره ان قائد الفريق بيختار المرشحين اللي شايفهم مؤهلين لدخول فريقه، وده بناء على متابعتهم ليهم طول مرحله الاختبار. المرشح بينضم للفريق اللي اختاره، ولو ما حدش اختاره يبقى باي باي يا معلم مش عاوزينك. اما بقى لو اختارك اكتر من فرقه ساعتها بقى يختار هو الفريق اللي هو عاوزه. بيستمر صدور النتائج بين المرشحين بين الناجح والفاشل لحد ما بنوصل عند يونا، وهنا كانت المفاجأة. كل القادة عاوزينه عشان قوته الجبارة ومهارته اللي ملهاش حدود، وكل ده ولسه مبتدئ. امال لما يبقى محترف هيعمل ايه؟ بيختار اقوى فرقة وهي الفجر الذهبي، وده عشان يوصل لحلمه اسرع وانه يكون امبراطور السحر. اما بقى نتيجة أستا فمش مدهشة قوي الصراحة، متوقع ان محدش هيختاره عشان سحره معدوم وطاقته الغريبة اللي في سيفه ومحدش يعرف سرها، وده اللي قاله له يامي قائد فرقة السيران السوداء. الراجل ده قوته مرعبة وهالته السحرية لوحدها اتقل من الجاذبية وتخوف كمان. دي بقى قوة قائد فرقة، امال قوة الامبراطور هتكون ازاي؟ انت لازم تتعدى كل ده عشان توصل لهدفك يا أستا. الموضوع باين انه مستحيل. وبالمناسبة السيران السوداء دول فرقة على الله حكايتهم، حائزين على لقب اسوأ فرقة في التاريخ ومسوقة سمعة الفرق التانية، عايشينها بالطول والعرض واللي عاوزينه بيعملوه. والمفارقة العجيبة ان يامي قائد فرقة السيران السوداء اختار أستا عشان يضم ليهم في فرقته، وده بسبب شجاعته واصراره على حلمه وان ما خافش من قوته الجبارة ولم ييأس ابدا. تحس كده انها كانت اختبار نفسي، ولكن أستا نجح فيه واخدوا فرقته، يعني ساحر في اسوأ فرقه سحر. وبكده أستا ويونا بقى اعضاء رسميين في فرق السحر، واقتربوا خطوه من تحقيق حلمهم المشترك. بعد كده بيروحوا مقر فريقهم وبيتعرفوا على زمايلهم وبيستلم زيه الرسمي عشان يستلم مهماته. بالله ان فرقه يونا ملكيين من عليه الكوم، كلهم جامدين وبيعيشوا عيشه راقيه وحاجه كده اخر شياكه. اما بقى أستا ففرقته همجيين وزي ما قلنا بيعملوا اللي هم عاوزينه وماشيه معاهم بالبركه. بعد كده بيروح أستا ينفذ اول مهمه ومكلف بيها كفارس سحر، وهو انه يصد خنازير بريه مؤذيه بتضر الفلاحين في احد القرى. لكن أستا ما عندوش سحر من الاساس فما بيعرفش يستخدم العصا السحريه عشان يوصل لمكان المهمه، وعشان كده بيوصله صديقه ماجنا هو وشريكته في المهام نويل. وبالمناسبه نويل هي كمان عضوه جديده انضمت ليهم في السنه دي، لكن على عكسهم كلهم ملكيه وعريقه من عائله سيفا، لكن لانها ضعيفه وما بتعرفش تتحكم في سحرها اهلها بعتوها لاسوأ فرقه سحر كانهم بيتبروا منها عشان جابت لهم العار بفشلها ده. نرجع بقى للمهمه اللي كانت في قريه اسمها سوشي. المهمه كانت سهله وأستا قضى على الخنازير السحريه بسيفه بكل سهوله، وفي طريقهم للعوده للقريه بيتصدموا انها مغطاه بالكامل بضباب سحري. بعد
بعد ما أستا مسح كل الضباب بسيفه اكتشف انها تحت الهجوم. دخلوا عشان يساعدوا اهل القريه اللي خلاص على وشك الموت بقذائف جليديه. ماجنا انقذ السكان من الاباده الجمعيه بناره، ومن ثم احتتم القتال لحمايه الكرويين من الموت. قائد العصابه شكل قذيفه من سحره الجليدي واطلقها عليهم، لكن أستا قسمها نصين بسيفه. العصابه شكلت قفص جليدي لا نهائي شفاف عن طريق دمج سحريين الجليد والضباب معا، عاوزين يقتلوا كل الكرويين والفرسان دفعه واحده. الوضع شكله مستحيل، لكن أستا وماجنا مش بتوع استسلام يابا. الهروب مش موجود في قاموسهم، بيقرروا يحاولوا حتى اخر نفس ولولا على حياتهم. بيحتدم القتال، أستا بيلغي سحر الجليد وبيعكسه بسيفه، وماجنا هو كمان بيدوبه باللهب المشتعل، ولكنه على وشك فقدان اخر ما تبقى له من طاقه سحريه. ماجنا خلاص طاقته بتنتهي، لو فوق كل ده طاقه العدو هائله ولا نهائيه. ايه العمل دلوقتي؟ هل هذه هي النهايه؟ هتسيبوا الناس تموت ولا ايه؟ لكن وفجاه وبدون سابق انذار وبدوافع غرزيه محفظه بطاقه عاطفيه نتيجه عن الخوف والشعور بالعجز، بتشتغل طاقه نويل السحريه. البنت بتطلع تعويذه سحريه جديده، تعويذه دفاعيه جباره لا يمكن اختراقها. اسا كمان الحماس اشتغل عنده وانقض على زعيمهم، بس الراجل فجاه وغرس فيه رمح جليدي وبيسيبه بين الحياه والموت. لكن مين ده اللي يموت يابا؟ الواد صحي وصحته حديد وطاقته ما بتخلصش. استا مش بيستسلم، بيقوم تاني وتاني وبيحاول مرات ومرات. ماجنا هو كمان استجمع اخر ما تبقى له من قوه واطلقها على زعيم العصابه، لكن ما جاتش فيه. خلاص ماجنا ما عادش قادر اكتر من كده، زعيم العصابه لسه هيقتله، ونلاقي اصلا عكس تعويذه ماجنا على العصابه بسيفه وحرقهم كلهم. ودي كانت خطه بينهم هما الاثنين. ماجنا كان عارف ان الضربه مش هتيجي فيه، ولكنه برده كان عارف ان اصلا هيردها له، وبعدها قضى على زعيمه ومشل حركته تماما بسيفه اللي بيلغي السحر، وقدروا انهم يقيدوا العصابه كلهم. لكن للاسف بعد ما بيصحوا بينتحروا، وده عشان محدش يستخرج منهم المعلومات. لكن هل يكون الوفاء الى هذه الدرجه؟ كيف ولما تنهي حياتك لشخص اخر؟ سحر او بدون سحر يظل هذا العالم قاسيا وموازينه غير عادله تماما. أستا مش قادر يتقبل الحقيقة ورفض مبادئهم، وأتاري أصلا إن مش ده الزعيم، دول تابعين لمنظمة أكبر وهدفهم غامض. جم على القرية عشان ياخدوا حجر سحري مهم ليهم، لكن أستا والشباب قاموا معاهم بالواجب، وأخدوه مع طائر سحري وغامض ومتعلق بالحجر ده، وهم أصلا مش عارفين إيه هو الحجر ده. عاش يا شباب والله. بعدها بيرجع أستا وأصحابه المقر، وما يعرفوش مين هم أصلا المنظمة دي، ولا إيه هدفهم الحقيقي، لكن التحقيقات شغالة وهيكتشفوا الأمر عاجلا أو آجلا. من ناحية تانية، مين هو الطائر الغامض ده؟ وإيه هو سبب تعلقه بالحجر للدرجة دي؟ وإيه أصلا سر الحجر ده؟ وما اهميته؟ وفين باقي الاحجار اللي زيه؟ تفاصيل كتيره غامضه لم تفك شفرتها الى الان، حقائق مرعبه تخفيها الايام وتتسطر عليها الليالي. فبوجود خائن في فرسان السحر فستصعب مهمتهم كثيرا، فكما يقال عدو من الداخل شر من الف الف مقاتل. نرجع بقى لابطالنا اللي كانوا الحزن مسيطر عليهم، بعد ما زعيم القريه اتقتل من الهجوم ومحدش قدر انه ينقذه، والزعيم كان اسمه سيهي، وبالمناسبه كان صاحب الجوهره الغامضه دي، وهو كمان اللي علم ماجنا انه يكون راجل حقيقي وساحر قوي، ومش بس كده، ده هو كمان اللي خلاه يدخل فرسان السحر. وبالرغم ان ريفي زي اسا ويوما، القائد يامي بيفوقهم من حزنهم، بيقول لهم ان الاكتئاب مش هو الحل، حزنك مش هيرجعه للحياه خلاص، لازم تبص لقدامك وتفكر في اللي جاي عشان تحقق احلامك. بعدها بنكتشف ان في نظام تقييم السنوي لفرسان السحر، وهو نجوم الشرف، دي نجمه بيمنحها امبراطور السحر للفرق اعترافا منه بتمييزهم في اداء مهمتهم، وبتتسابق الفرق واعضائها على انهم يحصلوا اكبر عدد من النجوم كل سنه، لان ده معناه انهم قدموا مهمات اكتر وحققوا انجازات اكتر. من غيرهم السنه دي فرقه الفجر الذهبي في المركز الاول وحصل على 70 نجمة. اما بقى أستا والسيران السوداء معاهم سالب 30 نجمه، يعني هم كمان متصدرين المركز الاول بس بالعكس، وطبعا ده بيغيظ أستا اكتر وبيشاروا بالمنافسه الابديه بينه وما بين يونا. بعدها بيستلم أستا وزمايله الراتب بتاعهم كفرسان للسحر، فبيقرر يبعت جزء كبير للكنيسه كنوع من المساعده. بعدها بيروحوا بعدها للمدينه بيتفسحوا وبيشتروا اللي هم نفسهم فيه، خلاص واخد اجازه. ابتسم يا عم أستا، فلوس وانجازات مين قدك يا معلم؟ بيدخل السوق السوداء وبيدور لنويل على اداء سحريه تخليها تتحكم في سحرها بشكل افضل، اهو حاجه كده تساعدها في الفشل والبؤوسه اللي هي فيها. وهناك بيقابل نفس الراجل اللي هزم أستا قبل كده، وبيقفوا يتكلموا مع بعض شويه، لكنه مفاجاه بنلاقي عجوز بتصرخ بعد ما حرامي سرق فلوسها. بيطلع أستا يجري وراه وبيحصله الواد التاني، وبعد مطارده طويله بين أستا واللص بيطلع أستا السيف بتاعه وبيرميها على سحابه اللص اللي هو راكبها. الحرامي بيقع على دماغه لكنه بيلحق نفسه وبيبدا يهرب على رجليه، لكن الواد التاني بيلحقه وبيقبض عليه. بعد كده بيرجعوا الفلوس للست وبيسيبوها وبيمشوا، لكن ما طلعتش عجوز ولا حاجه، ده طلع امبراطور السحر الحالي، وهو الامبراطور الثامن والعشرين من سلسله الاباطره العظام. اتاري بقى ان الامبراطور بيحب يتنكر عشان يكتشف انواع السحر الجديده ويتابع الفرسان الجدد، هوايه عنده كده. بس مغلم مساعده معاه عشان مش مدرك اهميه منصبه، وبيتصرف زي العيال الصغيره وموهوس بالسحر بدل ما يهتم بدوره كامبراطور للسحر. واول بقى ما شاف يونا وزمايله من الفجر الذهبي رايحين في مهمتهم ما، سحب على المساعد بتاعهم وراح وراهم عشان يتابعهم عن قرب. نروح بقى ليونا اللي في اول مهمه مع فرقه الفجر الذهبي، والمهمه دي عباره انهم يكونوا حراس شخصيين للوادي الملكي ده، وده اللي يونا هزمه في الاختبار من كام يوم، وانهم لازم يوصلوه لمملكه هار عشان يكمل دراسته هناك بعد ما فيش انه يكون فارس من فرسان السحر. المهم اصلا من الاول فيها حاجه غريبه، ازاي الواد الرخم بيطلب من يونا انه يكون احد حراسه بعد ما هزمه في الاختبار؟ المفروض ان يبقى مش عاوز
يشوف وشه اساسا. لكن وعلى كل حال بيكمل المهمه، وفي الطريق بتعدى عليهم سحابه سودا شكلها غريب. يونو بيقرر يتفقدها لكنه بيتفاجئ بوابل من النيران، واتاري ان السحابه دي من صنع ساحر عشان يهاجموا عليهم. لكن يونو طلع جامد على الاخر وقدر يخلص عليهم كلهم. ده يونو يا جماعه. ساعتها الواد الرخم ده بيبدا يجر معاه ناعم وبيلطف معاه كمان وهكذا، فبيخترع عليهم انه يروح القريه بتاعته كنوع من استراحه في الرحله يعني، وعشان كمان يتعرف على المكان اللي رباه لحد ما بقى بالقوه دي. بيروحوا هناك وبيتقابلهم الاخت ليلي في الكنيسه، والراهب بيعزمهم على العشاء. الميه بتخلص منهم، فبتقرر ليلي انها تروح عشان تعبي ميه من البئر اللي جنبهم. لكن وفجاه بيسمعوا صوت حاجه اتكسرت. بيطلعوا بره بيلاقوا الوعاء اللي كانت ليلي بتملى فيه مكسور. يبقى كده اتخطفت. بيلاحظوا جنب الوعاء ان في قلاده شبه اللي كانت مع العصابه اللي هجمت على الموكب من شويه. اتاريهم ما هربوش ولا ماتوا، دول رجعوا تاني عشان ينتقموا. يونا ساعتها قال ما بيدهاش بقى، وقرر مخالفه رئيسه وراح عشان ينقذ ليلي بدل اكمال المهمه. رجوله يا والله. وفي الطريق بيقابل واحد من العصابه، استغرب انه عارف اسمه رغم انه ما شافوش قبل كده. بيهاجم بسحر الارض وبيوقعه، لكن يونا مش سهل برضه. بيدمر الصخور باعصار من الرياح فبيردها عليه فبيغلبوا بيها. بعد كده بيروح عشان يدور على الباقيين، كل شويه يقابل واحد ويخلص عليه. مفيش مقارنه يا جماعه، انتوا بتحاربوا مين بس؟ بيوصل اخيرا للرابع فيهم، وهناك بيلاقي ليلي وساحر النار مقيد الاخت وبيهدده بقتلها لو ما سلموش كتاب السحر بتاعه. هو انتوا ايه حكايتكم مع الكتاب ده بالظبط؟ بيستدرجوا يونا في الكلام عشان يلهيه، وبعدها يونا بيوطي ظهره. بنلاقي رئيسه كلاوس ضرب الراجل بالربح اللولبي بتاعه وبيفقد الوعي، وبكده بيكونوا هزموهم وانقذوا الاخت ليلي ما عدا شخص واحد بس واللي هو اختفى. وبيتضح لنا ان كلاوس عمره ما كان هيتخلى عن مستجد تحت ايده حتى لو عارض اوامره. كفاءه ياد والله. وكمان كان واخد باله ان اللي هجموا عليهم كانوا مركزين بس مع يونا، وكل شويه هجموا عليه هو مش الوادي الملكي، فاكيد ان في ان في الموضوع. بعدها وبيستخدموا تعويذ ظهرت الحقيقه، وقدرنا نعرف الحقيقه فعلا، ان اهداف الوادي الملكي ده كان سرق كتاب يونا والانتقام منه على اللي عمله معاه في الامتحان. وبعد كده بياخدوه هو والفاشل بتوعه للعاصمه الملكيه. يلا يا اخويا اديك اتضربت مرتين من يونا يا معلم. فاكرين الواد الخامس اللي قلنا ده هرب؟ هو ما هربش ولا حاجه، لكن امبراطور السحر خطفه وتنكر على هيئته، وده عشان يتفرج على يونا ويشوف قدرته المذهله. هو مين يا جدعان اللي عينه امبراطور السحر ده؟ بينتقل يونا واللي معاه الى المقر، وبيكتشف انهم حصلوا على نجمه في المهمه، وكمان قائدهم كان شاكك في الواد ده هو وابوه، عشان كده كلفهم بالمهمه دي وفيها نجحوا بامتياز. وبكده يكون استا ويونا حصلوا على نجوم في اول مهام ليهم، وتقدموا خطوه في طريق الالف ميل. بس يا ترى ايه مده المهام وايه مده صعوبتها؟ الامبراطور السحري كلف استا شخصيا انه يروح لمهمه محدوده. يا ترى ايه المخاطر اللي هيواجهوها هناك؟ وهل هيعرفوا ينجوا منها ويرجعوا احياء ولا لا؟ استنونا في الجزء اللي جاي من حكايه استا، وما تنساش تخبط اللايك والاشتراك في القناه عشان ده بيساعدنا جدا. وسلام.